لما نسوق في الليل بس نفترض ما يقوم في الخط. ما يجي صح ما يجي. لو افترضنا انه اليوم انا نايم من الصباح لحد الساعه 4 العصر كويس، مسكنا خط الساعه 9 بالليل صح، الساعه 10 انا كويس، صح ولا غلط؟ الساعه 11 شوف انا قايم الساعه 4 العصر، ها 11 انا كويس جدا، الساعه 11 ونص و5 11 ونص و5 انا اول ما المكيف يدق في وشي، والله يا جماعه تخيل اول ما المكيف يدق في وشي اخضر خلاص قاعد معروف تنهاي قبل كده كده والله جدا. ابوي ركب معي قبل فتره هنا في الرياض، الكلام ده كان المغرب، والله بعد المغرب يا جماعه رايحين مشوار انا والوالد من طبعا ساكن في الشرق وماشيين بعد الشفا يعني مكان بعيد ساعه، والدائر الجنوبي تدوس فرملة وتمشي شوي شوي، وأنا مع كل فرملة نومة في نص الرياض. أبوي صحيت، أبوي يقول يا أخوان يا جماعة ده ما إنسان طبيعي، ده شنو ده، ده ما إنسان طبيعي. والله يا أنت مبهدل أبوك بعد. أبوي مركز مع الجوال فجأة اللي قالي نايم، يا أخوان ده ما إنسان طبيعي، يا أخي أنت جنسك شنو، أنت بني آدم أنت ولا حاجة ثانية. والله انا كنت اقول نفسي متعب، انا ما احب النوم في السفر، يعني مستحيل اطلع من الديره اللي فيها وانا شبعان.